صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل قرار رقم واحد لسنة 2024 بإعادة تشكيل الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل جاء فيه يعاد تشكيل الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وعضوية كل من سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائبا للرئيس الشيخ نايف بن خالد بن بن أحمد الخليفة عضوا الشيخ مشعل بن محمد بن أحمد الخليفة عضوا السيد يوسف أسامة بحجي عضوا السيد كمال مراد علي مراد عضوا السيد عدنان عبد الوهاب إسحاق عضوا السيد علي حبيب قاسم عضوا السيد خالد حسين تقي عضوا السيد طاهر توفيق العلوي عضوا السيد أحمد يوسف عبد الغني عضوا السيد زيد يوسف خنجي عضوا وتكون مدة عضويتهم في الهيئة ثلاث سنوات